طبعا الكورونا وما الكورونا، فمعانا طبعا الدكتور محمد اشرف، انا اسف دكتور محمد سلطان، وهو رئيس اللجنه الطبيه باتحاد الكره المصري. يا دكتور محمد، مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن مدحت. مساء الانوار. قول لي بقى، محمد سلطان ده اسم ملحن عظيم، تعرفه ولا متعرفوش؟ طبعا يا كابتن مدحت، طب قول لي اغنيه واحده لحنها لفايزة احمد، واحدة، انا عايز واحدة بس، لانه لحن تقريبا كل اغاني فايزة. مش عارف بقى انت اختار اي اغنية حضرتك. خليكوا شاهدين على حبايبنا، وانت من حبايبنا يا دكتور طبعا. الله يخليك، تحت امرك يا كابتن. طيب الله يخليك. انا الاول، ايه التدابير اللي اخذها اتحاد الكورة فيما يتعلق بفيروس كورونا وحماية اللاعبين والكلام اللي انت عارفه ده؟ تمام يا كابتن، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. مبدئيا طبعا احنا بنتبع تعليمات السلطات الصحيه، وزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه. امبارح دوله رئيس الوزراء اصدر قرار بتعليق الفعاليات اللي فيها تجمعات المؤتمرات. النهارده اتحاد الكوره طبعا بس مالهاش دعوه بالانشطه الرياضيه خالص. تمام، احنا النهارده بس بناء على هذا القرار تم صدور قرار بانه المباريات المقبله تكون بدون جماهير، لانه طبعا وجود تزاحم والجماهير الكتيره قد يؤدي الى انتشار او زياده معدل انتشار الفيروس. احنا طبعا بناخد الاجراءات الاحترازيه طبقا لتعليمات وزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه. انا تواصلت مع الاجهزه الطبيه في كل المنتخبات، وعندنا لقاء بيهم بالاجهزه الطبيه والاجهزه الاداريه يوم السبت القادم في اتحاد الكوره. ايوه، هندي محاضره عامه عن الفيروس وكيفيه انتقاله والاجراءات الوقائيه منه. واحنا الحقيقه ابتدينا من النهارده، بعتنا ليهم كل الاجراءات الوقائيه، البروشورات الخاصه بده، وابتدينا كمان نوفر الادويه المطهره، الماسكات، عشان اللاعبين لو هينتقلوا الى اي دوله يبقوا معاهم الحاجات، الادويه المطهره والمستلزمات اللازمه. ايضا طبعا لو في سفر لاي دوله هيتم دراسه هذه الدوله قبل السفر، والتواصل مع السلطات الصحيه ومراجعه وزاره الصحه، لانه طبعا غير محبذ السفر الى اماكن فيها معدلات عاليه لانتشار الفيروس. ويمكن حضرتك تم الغاء المعسكر اللي كان هيتم عمله للفريق الاولمبي في الامارات، لانه في معدل انتشار عالي للفيروس. فلسه بندرس ده هم اللي لغوه بالمناسبه، مش احنا اللي لغيناه. هم اللي هم حالات الفيروس عندهم اقل من عندنا بكتير. ما هم من ناحيتين، لانه في معدل انتشار للفيروس في الامارات، وبرضه احنا عندنا فيه. الحاجه الثانيه، احنا بندرس الان توجو، عشان احنا عندنا معسكر نهايه الشهر في توجو، فبندرس الان. وفي حاله واحده تم رصدها في توجو في الوقت الحالي، لكن طبعا احنا بندرس الموقف الصحي، واللي يهمنا ناخد كل الاجراءات الوقائيه اللي تقلل او تمنع انتشار الفيروس اثناء الممارسات او اثناء بالنسبه بقى للعيبه اللي بتسلم على بعضها قبل المباراه والحاجات دي، هل اديتوا تعليمات في الحكايه دي؟ بص، انا يعني شايف انه طلعت بعض الاخبار انه في بعض الدول تم تعليمات لكده. انا شايف ان انا بوجهه نظر الشخصيه كطبيب يعني شايف ان ده مبالغ فيه. انا مش قلقان من الممارسات الرياضيه، لانه اللعيبه اصلا بيتمتعوا بصحه جيده، واللعيبه ما فيش لعيب يبقى عنده اعراض او عنده انفلونزا او عنده برد وهيقدر ينزل يلعب بيمارس الرياضه. ثانيا بيمارس الرياضه في الاوبن اير يعني. وطبعا احنا اهمنا الاجراءات الوقائيه، انه لان الفيروس طبعا بينتقل بكذا طريقه، باللمس، لو في هو طبعا بينتقل عن طريق جهاز تنفسي، بس ممكن يتواجد على بعض الاسطح، الملابس، فممكن ينتقل. اهم حاجه يبقى فيه اجراءات شخصيه وقائيه جيده. احنا طبعا مع المنتخبات بنخلي دلوقتي هاند جيل، يعني مطهر في كل شرط اللعيبه، موجود في المعسكرات، موجود في حجرات تغيير الملابس، بحيث يبقى فيها هيجين باعلى مستوى. والتعليمات بقى الوقائيه، انه ما يبقاش فيه يعني تواجد في اماكن متزاحمه، لو في طيران يبقى اللعيبه لابسين ماسكات. طبعا هيبقى في اجراءات برضو ودراسه للدول اللي هنسافر فيها والاماكن اللي هيتم فيها المعسكرات. ان شاء الله الامور تمشي بصوره جيده. وبرضو عايز اقول لحضرتك ان القرارات ما نقدرش ناخد قرار دلوقتي، لانه كل يوم بيحصل تطور بالزبط في الاحداث. فاحنا بنتابع مع وزاره الصحه، مع منظمه الصحه العالميه، تطور الحاله المرضيه وانتشار الفيروس، وعلى اساسها بيتم اتخاذ قرار ان شاء الله. بشكرك يا دكتور محمد، شكرا جزيلا. شكرا، تحياتي. الله يخليك.
يعني النهارده الحمد لله في 5 حالات كمان طلعوا سلبيه، احنا عندنا حوالي 52 اعتقد او 54، منهم 26 حاله يعني سلبي خلاص، يعني بيتعافوا وهيخرجوا، ويا رب ان شاء الله الباقي باذن الله، ومصر دايما محفوظه بالخير زي ما قال الدكتور.